بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد ضفع الله. اليوم الجمعة 30 يونيو 2018، 29 عاما على انقلاب ثورة الإنقاذ الوطني. قبل 29 عام استمع الناس للبيان الأول للإنقلابيين، تلاه العميد عمر حسن أحمد البشير حينئذ، والبيان فيه كثير من الكلمات المهمة، والبيان مليء بالعبر التي كان يفترض أن يستفيد منها الناس. بعد 29 عاما سأتلو جزء من البيان ولنرى إن كان قد تغير شيء بعد 29 عاما. جزء من البيان يقول: أيها المواطنون الشرفاء، لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية، وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور، ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية، مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل، واستحال على المواطن الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع أسعارها، مما جعل الكثير من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة. وقد أدى التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج. بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم، أصبحنا أمة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود، وانشغل المسؤولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة، وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود، مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوما بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظم. لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام، مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية. ولقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقديم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية، وأفسدوا العمل الإداري، وضاعت بينهم هيبة الحكم وسلطان الدولة ومصالح القطاع العام. إن إهمال الحكومات المتعاقبة على الأقاليم أدى إلى عزلها من العاصمة القومية وعن بعضها البعض في ظل انهيار المواصلات وغياب السياسات القومية وانفراط عقد الأمن. الكلام ده قبل 29 عاما وأنا عمري كان 11 سنة. اليوم عمري 40 سنة وأنا مؤهل وأترشح لرئاسة جمهورية السودان. فإن كان الكلام في خلال 29 سنة لم يتغير شيء، فالأجدى والأولى أن يرحل الرئيس عمر حسن أحمد البشير من قيادة السودان، لأنه أثبت خلال 29 عاما أنه البيان الأول يمكن أن يكون البيان الأخير، ويمكن أن يكون بيانا أولا لحكومة قادمة. الرئيس عمر البشير قال لقادة جنوب السودان أنه القائد الحقيقي هو من يضحي من أجل سلامة وأمن شعبه ووطنه. نحن عاوزين أنه يكون البيان بالعمل، وأن يتنحى الرئيس عمر البشير وأن لا يترشح مرة أخرى لرئاسة جمهورية السودان لحفظ سلام ورفاه وأمن الشعب السوداني، وحدة شعوب السودان أولا، لأننا نستحق الأفضل. شكرا جزيلا.